شباب، مش هتكون بقى في الخير النهارده. هنلعب لعبة روبلوكس على ما تنزل لعبة فري فاير، طبعا زي ما انتوا شايفين اهي. هنخش سوري، نلعب بنتن اب تو سبيد. طبعا اللعبة الالعاب دي كلها بنزلها من على ابتويد. ابتويد ده برنامج بننزل عليه كل الالعاب اللي مش فري والفري. فطبعا نبص كده عليها لسه بتنزل. طبعا لعبة بنتن اب تو سبيد دي حكاية بنتن بس بطريقة يعني لعب والكلام ده، ماشي؟ فنبدأ اللعبة ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله توصل الفيديو ده 5000 لايك. اتمنى انكم تشتركوا معايا في القناة، واتمنى ان انتم برضو تكونوا كويسين علشان تعرفوا تكملوا معايا، يعني تشوفوا سلسلة فيديوهاتي اللي نازلة جديدة. ده طبعا اول، قصدي تاني فيديو ليا، قصدي اول فيديو ليا على قناتي. فارجوكم اعملوا لايكات كتير للفيديو، وعايز سبسكرايب كتير. وهي اللعبة بنتن اب تو سبيد، فين بقى الفضائيين؟ متابعة جدا، هادي جدا، بقت 41% دلوقتي يا جماعة. استنوا، بنتن اب تو سبيد، عامل لكم علامة، عامل لكم علامة بنتن هو بيتحول شكله، بيقولك لودينج يعني احنا بتحمل او بتفضل. سمعي الصوت، بيقولك دوس هنا عشان تبدأ. مش ليفل 4 انا جربتها قبل كده، انا دوست. هنجري دلوقتي بس بيفكر. طبعا هو بيتكلم بالانجلش عشان انا عامل وضع انجلش. هيت بلاست، هيت بلاست بامان. يلا نجزي على هذا الشرير. دمرت يا اتخبصنا. ناخد دي الامتك تشتغل دلوقتي. كي بلاست، لا يلا ننط. هي بلاست بسرعة، هي بلاست، هي بلاست، هي بلاست. محتاجة الآن دمرناه. دمرت كمان، دمرت كمان، دمرت كمان. يا لهوي ياكس، متنا تاني. مهمتنا فشلت. نبدأ تاني. اللعبة مش موجودة. لا لا، 73%. مش مبسوط. بيقول لكم فضائي جديد بس انا عشان النهارده في المنطقة دي عشان باخد عشان بعد يدي. ده جهاز، جهاز هدايا يعني. كنا قربنا نوصل. صعبة جدا الليفل ده، صعب جدا خصوصا بعد ما هيت بلاست بيرجع زي ما هو تاني، يرجع بين صعب اكتر. هنحوش بقى، نفضل بقى في المنطقة دي زي ما احنا كده بالظبط. اضرب نشن دي الحين.
الحته دي دايما اللي بتموتني، ما كانش عايز ينط. وهو جاي ناحيتنا نلف الناحيه التانية. اللعبه مش موجوده يا جماعه، شكلها خلاص قربت تنزل على التابلو. افتح بقى الباب واجري. لعبة صعبة. تحول بقى. ده موافق على هيت بلاست من غير. ايه ازاي؟ لا اللعبة عمالة ايه؟ اللعبة عمالة تصعب. لا احنا محتاجين حد خبير. استنى بص كده هنا، بص المكان، انا معرفش المكان مرحلة بالظبط، بس انا سمعت في الاعلان ان هما كانوا 60. انا خدنا كلام بودر. تعالى لي هنا. لا انا عايز اتسلف. كده اكسلريت بقى معايا، شايفينه؟ هنقفل بقى ده ونبص هنا. راست باكت كده. ده التاني. انا جبت لنا اكسلريت احسن. هيد بلاست. هيا لا ضربت. سمعني كده نبص على هذا. نبص على هذا كده نبص. بص على اللعبة بسرعة. وده الأوبتويد اللي أنا كنت بقول لكم عليه. ايه رأيكم ننزلها من على أوبتويد طالما البرنامج ابتدى يخرف كده؟ دي ستيف كرافت. ايه مش عايزين نلعب احنا؟ ثانية واحدة، انا دوست على حاجة غلط. لعبة علقت، الجهاز نفسه كله علق. نحاول نفتح تاني. استاذ الزرار صح. اهو فتح زي ما انتم شايفين الواجهة الرئيسية. كاتبين هنا كاتبين هنا مش عايز افتح لي. ايوه نكتب فري فاير. ايه كده؟ شكله فتحه اشتغل.
كان معلق او حاجة. جهاز معلق. فين بلاي ستور؟ طبعا بص من هنا نجرب لعبة ستيف كرافت. هي شبه كده ماينكرافت بس مش قوي يعني، فيها اماكن كده غريبة، هما البيتين نفس المكان. نسميه اسم تاني، ثواني نكتب، نمسح ده، نكتب ذا سي يعني المدينة. اخ نستضيف حرف، لا هنا هنا هذا. لا مش عايز ده، يلا نبدأ. بصوا احنا هنا مكان عجيب، متحركين حاطين غطس كده تحت. بص احنا معانا قارب، اوريهولكم اظن هنا قارب. مش عايز دوس دوس كده. بصوا كده 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 بنقدر او بنقدر هما بيقولوا دلوقتي. شايفين التجديف؟ ايه هو ده؟ بس هنحط الروح كده. يا ده لازم يطلع بسرعة بسرعة، لازم ننط في المكان ده. اطلع كده. استنى بقى نخرج من القارب. علامة الخروج، احنا خرجنا. سلام. بص كده هنا في الأسلحة، بصوا عندنا اللي هو الباور. بص ده بقى بيشتغل ازاي. سلام. مش نروح كده المكان ده كده من هنا، الحتة دي
واو مكان رائع، شايفين؟ ايه ده المكان اللي هناك ده؟ من البيت هنا. نفتح الأسلحة، شايف الحفارة؟ فين الحفارة اللي بص انت ده؟ عايزين بقى ايه؟ بص استنى، الطرش هنا ونجيب انت هنا. دلوقتي نفتح الطرش، ايه ده؟ طب ثواني نبص كده، نحفر بيها. أيوة أنا زي ما انتوا شايفين، ماشي. انا مجيب الحتة دي نملاها نملاها بده، انتو كده عملنا مكان. نعم، بس المكان صغير، ناخد هنا كمان كده حبة، مش كفاية كده، لأ كده زيادة. انا بقى نحط الباب، استنى المحمص ده لازم نموت. الأرض الضوء يجيب الضوء بيتنا لحمة. نضربه تاني، جبناه من النص، بعديها كده هو بقى عايزين نحط بعيد كده حاجات. ايه يا مالي، ما تاكلي ايه يا مالي؟
ناخد دي كده معناها انا كده خلاص هخلص الفيديو نسوي دي كمان ازاز نعمل كمان ويب لا مش مهم كيما فوز لا ثانية نفتح بعدها نفتح هنا حاضر ماشي نحط بقى نحط سرير 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 سامني بقى كده ايخ كمان ايه ده كمان حبة يعني كده كفاية نكسر بعد كله كده الزومبي يا جماعة أظن إن ده الزومبي لازم نخلص البيت بسرعة حط كلوبستون كده من هنا بص الدنيا ابتدت تضلم ايه ده بس لا المكان ده بعيد ما حطيتهوش عشان ما انتهوش كده البيت هيخلص خلاص اهو ماشي بقى الحتة دي لا كده زي ما انتوا شايفين بقى عندنا بيت اهو جميل سيرينا قلنا بقى كمان طرش كده هنا كده ننور وطبعا الفيديو بتاع النهاردة كان جميل وانا استمتعت شخصيا بيه شايفين ايه ده اسد جيبوا السيف الذهبي فين السيف
زومبي زومبي يا زومبي يا زومبي. لعبة ماينكرافت موجود هنا برضه في ستيف كرافت موجود. اتنين يا لهوي الشخصية دي في الشخصية دي عارفين اسمها الشخصية دي؟ لو عارفين تقولي في الكومنتات. روحوا على الروب مخلوقات الليلية دي. ده وحش ده لازم نرجع فيه بسرعة. فتش بتاعي يا شباب نجيب الباو يا جماعة نقتله الباو ايه ده؟ مبيموتش ليه ده؟ مات نكسر بقى البتاع دي. بصوا مش عارف الحاجات مش دي. يا لهوي الواد ده بيواجه الزومبي. نروح نجيب له الباو نقتله هو والزومبي. يا لهوي ده في اتنين شبهه. ما تقولوش يا لازم نسير. الغطس ده انا خدته فين؟ مش حاجة اختفوا اهو. زومبي نقتله بكمان ضربة. يا صعب جدا موتناه. لا ما ماتش وما بيموتش المخلوق ده. مات طبعا. هقف لحد هنا واتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه لو انتوا جداد. اتمنى ان انتم بألف خير واشتركوا لي عشان تشوفوا كل فيديوهات ان شاء الله في اجازه اخر السنه. ونشوفكم في فيديو جديد. ثانيه واحده. ايه ده؟ وطبعا نشوفكم بقى فيديو جديد برضه.